Bonjour mes amis, vous allez bien? Moi, ça va bien. J'ai un peu mal. أنا منيحة بس شوي موجوعة. عم بجعني إصبعي اليوم. أنا عم بقص كاروت لحضر سلاد. قصيت إصبعي شوي صغيرة بالكوتو السكين. انتبهوا كتير أصدقائي لأنه كتير بوجع ومرات بيكون شيء كتير خطير. دغري بينزل دم. الدم أون فرونسي بنقول له دو سان. سان. افتحوا تمكن منيح، دو سان يعني الدم. نزل شوية دم وحطيت بانسمون يلي شايفينه على اصبعي اسمه بانسمون. وانا جبت معي اشكال كثير من البانسمون، مربع او طويل او اصغر حسب الجرح، حسب لا بليسيغ يعني الجرح. كونت اوني بليسي، بليسي يعني مجروح. اوني بليسي لو سان كول، مجروح الدم بينزل، ننزف بينزل دم، بنحط بانسمون بوي اون غيري، وبعدين بنشفى. بدي انطر شي اسبوع اون سمان واكيد رح صح. بدي اياكم كثير تنتبهوا وتسمعوا كلمه اهلكم، ما تستعملوا ابدا ادوات حاده. لو سان نسمع فيه ان. واليوم اصدقائي رح نبلش نتعلم اصوات، دي سون، بنقلهم ان فرونسي فونيم. فونيم يعني صوت، والصوت اللي رح نتعلمه اليوم ان. رح نشوف كيف بنكتب ان. كلمه طالعه عبالي اقول ان او اكتب ان، كيف ممكن اكتبه؟ ان تنكتب بعده طرق وبعده احرف مع بعضها. اليوم رح نتعلم اول طريقه يلي هي ا مع ان. كلكم ذاكرين لا لتر ا اكيد، وذاكرين لا لتر ان. بس نحطهم سوا مع بعضهم، هن اصدقاء بيلقطوا ايدين بعضهم، وبنسمع كلمة أن مثل دو سان. وهيدي حلقتنا لليوم، اليوم حلقتنا عن لو سون أن. نفتح تمنا منيح. أكيد أكيد لنتذكر كل الأحرف، لو إن، لو أ، لو بي، لو في، كل الأحرف يلي تعلمناها، رح نسمع سوا الألفابي فرونسي وبرجع لكم. Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Le sais-tu? Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Les lettres? Oui! Les connais-tu? A. Avion. B. Bateau. C. Cochon. D. Comme dé. E. Éléphant. F. Comme fleur. G. Girafe. H. Hibou. I comme il, J comme jus, K kangourou, L comme lune, M mouton, N comme nous. O orange, P comme pomme, Q comme 4, R radis, S serpent, T tortue, U univers, V vélo, W wagon, X Xavier, Y comme yaourt, Z comme zèbre. رجعنا أصدقائي، واليوم مثل ما قلت لكم حلقتنا عن فونيم. فونيم يعني ان سون. On va entendre le son ان. On ouvre la bouche ان. انتو صرتوا كتير شاطرين وقطعتوا مرحلة كتير مهمة ان فرونسي، صرتوا تعرفوا تقريبا طول الفابي فرونسي. صرنا بمرحلة نتعلم دي فونيم. فونيم يلي رح نتعلمه اليوم هو ان. A, N. مع بعضهم. A, N. مع بعضهم. مرات ما بنلفظهم A, N, أن. بنقول أن. هن مع بعضهم بيتضامنوا وبيعطونا صوت. بس بدي أذكركم إنه في كمان أحرف تانية مع بعضهم بيعطوني هذا الصوت. رح نشوفهم أكيد بالحلقات اللي جاية. لازم تنطروني وتتابعوا كل حلقة لا تتعلموا كل الفونام يعني كل الأصوات. وأكيد بحلقتنا لليوم، بما أنه افتتحتها وأنا عم خبركم عن قصة إصبعي اللي جرحته والدم اللي نزل لنا، دم يعني دو سان. من هيك رح أعلمكم هلا كيف نكتب دو سان. شوفوا دو دو سان. سان يعني الدم. مين منكم بيتذكر ليه قلت دو وما قلت ان؟ اكيد لانه الدم سائل
ما فيني عدوك، ما فيني أقول 100، 200، 300، بس نحن بنعرف إنه 100 c'est un nom masculin. لو كان فيمينان كنا قلنا de la. بما إنه masculin بنقول du، يعني le 100. Le 100 masculin. Du 100. شوفوا هالكلمة تبدأ أكيد avec la lettre S مثل السالاد. بعدين le phoneme بدي تحفظه. وهيدا اسمه فونيم او فيكم تقولوا له صون. لو صون يعني الصوت. دو سان. اما اخر حرف يلي هو لا لتر جي بنكتبها بس ما بنلفظها. دو سان. دو سان الدم. وكمان لانه حطيت على اصبعي ان بانسمون بهيدا الطريقه، البانسمون اللي فرجتكم اياه تنخلي الدم ما ينزل. بانسمون، شوفوا ركزوا منيح. Un, un pansement. وأنا اخترت قصد لهي الكلمة كمان ومصرة اكتبها لأنه رح تفرجيكم شيء وكتار منكم كتير ذكية انتبهوا إنه pansement عم بسمع أن بس مرة كتبتها أن ومرة كتبتها أن. هيدا الشيء بيعني إنه أن كمان فيني اسمعها أن. أن بانسمون. أكيد أنا وعم بحكي بسرعة فيني أقول أن بانسمون. هيدا الأو بالنص ما في لزوم ألفظه، مش حلو أقول بانسمون، بنقول أن بانسمون. قولوها بعد مرة. أن بانسمون. أن بانسمون. Quand le sang coule, je mets un pansement. Sans pansement. تذكروا كثير منيح، حفظوها وعيدوها كثير. Pansement، أول مرة بسمع أن بكتبها أن، وآخر مرة بكتبها أن. Pansement. En du sang un pansement. يمكن كتار منكم يكونوا ناطرين او عم بيتساءلوا، عم يسالوني يعني، ليش كتبنا بانسمون مرة مع ان ومرة مع ان؟ بدي اقول لكم مثل ما قلت لكم بالحلقة الماضية، باللغة الفرنسية مرات ما في جواب، يعني ما بنعرف ليش، ما في سبب لهيدا الشيء، لازم نحفظه هيك. ان بانسمون. بس أهم شيء نحفظ إنه بانسمون فيها مرتين لسون ان، مرة ان ومرة EN. صعبة؟ صعب لسون أن؟ أنا رح ريحكم، علمتكم كلمتين وأكيد رح نتعلم كلمات تانية، بس قبل رح نتوقف مع أغنية تعلمناها بالحلقة الماضية هي لي مويان دو ترانسبور. خلونا نكتب ترانسبور قبل، شوفوا كيف نكتب ترانسبور. 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 ترانسبور النقل، كمان ترانسبور. وهلا انا انتبهت انه ترانسبور هي كلمه تعلمتوها بالاغنيه. ترانسبور بتتضمن لا لتر او باردون لو سون ان، يعني الصوت ان، وكلها احرف دي لتر انتم بتعرفوها. ترانسبور سان بانسمون ترانسبور وكتار كلمات رح نتعلمهم مع بعضنا. خلونا هلا نرجع للأغنية، كتار منكم حابين يغنوا ونسمع لي مويان دو ترانسبور. Pour se déplacer, on peut aller à pied. On peut aussi prendre une bicyclette. La moto est plus rapide, la voiture plus confortable. Le bateau va sur l'eau. Le TGV roule vite, 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 l'avion plane haut dans le ciel comme un oiseau, si haut, si haut. On est de retour, mes amis. رجعنا وهلا على الاكزرسيس المهم يلي هو الاكزرسيس دو ليكران، يعني الشاشة. على الشاشة أنا وحضرتكم كلمات، بدكم تركزوا منيح. هلا صرتوا كثير أقوى للفرنسي، وزيت تري تري براف،
Vous connaissez beaucoup de lettres. Bien sûr, tu as كتير احرف. بس نحن بحلقتنا بنخلي تركيزنا على la lettre او pardon le son ان. صوت ان. اول كلمه اخترتها اكيد بتتضمن le son ان هي un fantôme. فانتوم يعني الشبح. ان فانتوم اكيد انتم بتعرفوا انه الشبح هي شخصية للكرتون، يعني للديسانز انيمي، للرسوم المتحركة أو للقصص كمان والأفلام، بس منا مزبوطة أبداً، ما بدي منكم تخافوا أبداً لأنه مش مزبوطة، ما في أشباح. أن فانتوم، فانتوم مثل ما شايفينه، كتير مهضوم بهيدي الرسمة. أن فانتوم فيني أقول له كمان لو فانتوم. ما تنسوا منيح تسكروا تمكن على لا لتر أو، فانتوم مش فانتوم. فانتوم وكمان حطينا اكسان سيركونفلكس يعني اكسان ان بيتي شابو كانه قبعه صغيره على لا لتر او ان فانتوم ما تنسوا تفتحوا تمكن يلي ما تعود كثير بده يقول اول شيء لحاله ان ان يتمرن بالنهار بالبيت انه يفتح تمه ويقول ان من بعد ما تقدروا تلفظوا الان بتصير فيكم تقدروا تلفظوا صح الكلمات يعني إذا حدا نسكر تمه بصير يقول ان فانتوم هيدا شيء كثير غلط قولوا له افتح تمك فانتوم ان فانتوم ثاني كلمة بتعرفوها كلكم اون اورانج اورانج يعني البرتقال وكمان هي بتحمل هيدا الاسم لأنه اللون برتقالي اون اورانج أو لا كولور اورانج اون اورانج ذكركم لتر جي اورانج لا لتر جي كو جانتان ج اون اورانج جو كونتينيو رح تابع هلا اكيد مش شايفين ولا لون لانه السكرين او اذا بدكم اكران قدامي لونه بلان بلان يعني ابيض بلان وكتار منكم اكيد عرفوا هيدا اللون لانه في شانسون كتير اكيد رح كنتوا تسمعوها قبل ورح نرجع نسمعها كمان نصير سوا هي بتحكي عن الالوان بلان يعني وايت يعني ابيض بلان كلمه بتتضمن ان ان بي ال ان اما بالاخير بنحط لا لتر سي لا لتر سي يلي ما بنلفظها هون بنحطها رح اقول لكم شو سبب هون في سبب اكيد لانه اوفيمينا يعني اذا مؤنث بنقول بلانش لانه بنقول بلانش او فيمينان بنحط سي بالماسكولان ورح يصير بالحلقات اللي جايه اكيد رح نتعلم كيف نحن نشوف الكلمه بالماسكولان اذا فينا نحولها على فيمينان كيف بتصير بس هلا بدي منكم تحفظوا انه بلان بتنتهي تخلص بتنتهي باللتر سي وما بنلفظها بلان بلان الكلمه اللي بعدها الدم دو سان لو سان الصوره كثير مهضومه بتدل على القلب يعني نحن بلا دم اكيد ما فينا نعيش في دم كثير بجسمنا دو سان اون ا بوكو دو سان ونحن اذا كنا مجروحين شو بيصير لو سان كول يعني ننزف بينزل الدم وبنقول دو سان لانه ليكيد يعني هو سائل اكيد كثار منكم كتبوها فيكم ترجعوا تكتبوها بعد مره ما تنسوا Du sang, t'intéhe avec la lettre G, G qu'on ne prononce pas, même nous le faisons G. Sang. Le kelme telie, je sais fien. Om, a mother, en français, men illa, maman. Yani, holi l'waladin, iza badouni aïto la emmoun, beoulo, maman. Maman, yani, ommi. Maman. Chofou maman, ktir sahle tekdbouwa, fikon t'almouwa, l'akhouetkon l'zgar. يقولوا بالبيت ماما كل ما تعيطوا لامكم قولوا لها ماما ام ا ام ا ان لانه ا ان على فان me donne le son ان ماما الكلمه اللي بعدها هي ان بان المقعد المقعد يعني انا اذا كنت بجنينه بحديقه بيكون في مقاعد مرات اسمه ان بان اي كلمه بيشبه بيشبه بلان برافو بلان يعني ابيض بان يعني مقعد ان بان وكمان ان بان
بينتهي باللتر سي يلي هي بكتبها وما بلفظها. ان بان، افتحوا تمكن بان. الكلمة اللي ما قبل الأخيرة يلي شايفينها قدامكم هو الكف، بيقولوا له ان غان. أكيد لو غان نستعمله أو إذا كنا بردانين، أو كمان الماما بتستعمله بالبيت إذا بدها تشيل شيء من الفرن كتير سخن، بدنا ندقر شيء سخن، بدنا ندقر شيء بكهرب، نستعمل لو غان، الكف. ان غان. شوفوا ألوان هذا الغان، مين بيقدر يقول لي شو الألوان أون فرونسي؟ أكثر لون موجود فيه بلو، نقول له بلو مارين لأنه غامق. بلو، تري بيان. وفي كمان لا كولور روج اي لا كولور فيرت. روج فير. بلو روج فير. ان غان. غان تنتهي بالتي، لا لتر تي. اون برونونس تي اون برونونس با. كثير مرات عم تلاحظوا معي اون فرونسي انه في لزوم نحفظ لانه في احرف منكتبها بس ما منلفظها. اما الكلمه الاخيره ولهذا السبب انا ما بكثر كثير كلمات لتلحقوا تحفظون، هي كلمه كثير حلوه ان انج، الملائكه الملاك. اكيد الانج موجود وحقيقي مش مثل الفانتوم، فانتوم منه موجود، بس ان انج الملاك اكيد الملائكه موجودين وبتحرسكم. ان انج يعني ملاك. انج كلمه بتبدا بالصون ان، انج. وانتبهتوا؟ on trouve la lettre g on entend j un ange ملاك. رح ارجع عيدهم رح اقراهم بس انتبهوا كثير منيح. اول كلمه معنا هي un fantôme. une orange. blanc au féminin مؤنث منقول blanche. du sang. maman أمي maman. un banc مقعد. un gant كف. un ange ملاك. un ange. انتبهوا بدكم تعملوا ليزون، يعني بدكم تربطوا ان مع انج، ما تقولوا ان انج اكيد لا، ان انج. وفيكم ترسموا تحت خط صغير لتتذكروا انه بنعمل ليزون يعني بنربطهم. ان انج. سهلين اصدقائي؟ هلا رح نتوقف بفقره رح تحبوها ورح نرجع نتابع افيك ان اكزرسيس. Un ange. Un fantôme. Un banc. Orange. Blanc. Un gant. Maman. On est de retour mes amis. حضرت لكم ان اكزرسيس، تمرين. اكزرسيس لليوم مهم كثير. Il est très important، كثير كثير مهم ومنه صعب بس بده تركيز. انتم جاهزين؟ حاضرين الكايي؟ Très bien. شوفوا كتبت اليوم الكونسين كلها. Souligne le son en. شو يعني souligne؟ Souligne يعني بدنا نحط خط تحت le son يعني الصوت ان. فينا نسميه كمان ان فرونسي فونيم. الكلمه المضبوطه هي فونيم. le son ان او le فونيم ان. كل ما نشوفه رح نسطر تحت الكلمه وفينا نسطر تحت الصوت ذاته. جاهزين؟ بهذه الطريقه بنكون عم نتذكر كلمات بنعرفها وبذات الوقت عم نرجع نشوف الكلمات يلي تعلمناها اليوم تتضمن le son ان. كثير مفيد هذا الاكزرسيس. خلونا نتمرن عليه سوا. بنبلش بأول جروب نومينال، يعني أول كلمتين. une table. une table. table. je n'ai pas entendu un.
بس مين بيتذكر شو يعني une table؟ une table يعني طاولة. une table. فيني أقول كمان la table. إذا عم قول طاولة منقول une table. الطاولة la table. يعني أنا بكون عافي عن أي طاولة عم نحكي. يعني إذا هي موجودة قدامي بقولكم regardez la table. بس إذا قلت une table طاولة حيالله طاولة. أما إذا كانت الطاولة إلي أنا قول ما طاولة. طاولتي. طاولة يعني طاولة. رح نتابع. أن بيرسو. بيرسو بيتذكر شو يعني؟ تري بيان. يلي عم بيراجع دائما الحلقات الماضية وبيفتح دفتره رح يتذكر إنه بيرسو يعني السرير، سرير الطفل. سرير صغير بنحط فيه الطفل بس يخلق. بنقول له بيرسو. أن بيرسو. بتعرفوا أصدقائي بيرسي أن أنفون يعني إنه هزله تينام. بيرسي. من هون إجت كلمة بيرسو لأنه هيدا السرير عادة بخلي الولد ينام بيكون بهزله كمان. أن بيرسو. جي أنتوندو أو ما حدا يتلخبط. بالآخر في كتير شافوا أ وشافوا أو. هيدا أن أكيد منه أن هيدا أو. E, A, U, بسمعون O. Un berceau. Donc, je ne souligne pas. أنا رح تابع. Un ange. Bravo. كتير حلوة هالكلمة. Un ange يعني ملاك. Un ange. Ange. أكيد. بدنا نسطر تحت الصون أن. Un ange. وأنا كمان رح حط دائرة. تبدلكن حافظينها. J'entoure. J'ai entouré maintenant. هلا حطيت دائرة تتحفظ كلمة أنج لأنها جديدة ولأنها بتتضمن le son أن. ورح تابع. أن بان بلان. انتبهوا كثير على اللفظ. بان يعني مقعد. بلان يعني أبيض. مقعد أبيض. أن بان بلان. Je souligne. أن. أن. Et j'entoure. بان بلان. تذكرون كتير منيح. اوفغي لا بوش. بان بلان. جو كونتينيو. هلا جي ان كارتابل جون. انتبهوا منيح على اللفظ. تذكرتوا جون يعني الاصفر. قلت لكم بنسكر تمنا ما بنقول جون بنقول جون. ان كارتابل جون. كارتابل حقيبه حقيبه مدرسيه. جون يعني أصفر. بس أنا ما سمعت أن. بس أنا بعرف هول الكلمات. يعني حقيبة مدرسية لونها أصفر. رح نتابع. أن غران ليفر أورانج يعني كتاب كبير لونه برتقالي. أن غران. غران يعني كبير. مثل بس لكم ماجسكول لو غران سي يعني كبير. غران ليفر ليفر كتاب. اورانج يعني برتقالي. غران اورانج. لو dernier groupe nominal المجموعة الأخيرة هي une corde blanche. كتار منكم شافوا بلانش. الو يي نحن منعرف بلان ما منعرف بلانش. أول شيء مين بيتذكر شو يعني كورد؟ يعني حبل. برافو. اون فيمينا أو ماسكولان؟ فيمينا مؤنث. بما أنه مؤنث أنا كتبت بلانش. بلانش يعني أبيض بيضاء أو فيمينا مش بلان. شوفوا قلنا أن بان بلان لأنه كان مذكر حطينا بلان. أما بس يكون مؤنث فيمينا منحط بلانش. بلانش سي فيمينا يعني بيضاء. إذا رح أرجع أقرأ بس الكلمات يلي بنسمع فيها أن. أنج بان بلان غران أورانج بلانش. ما تنسوا كمان سان إي بانسمان. كل مجموعة كلمات بتتضمن لسون أن تعلمناها اليوم وكانت هيدي حلقتنا.
إن شاء الله يصح أصبعي لما ترجعي، وبهيدا الوقت رح أطلب منكم تعيدون كتير كتير منيح وتكونوا جاهزين للحلقة اللي بعدها. ما تنسوا تتواصلوا معنا على facebook.com/madrasati7kids. Je vous aime. Au revoir. Pour se déplacer, on peut aller à pied. On peut aussi prendre une bicyclette. La moto est plus rapide, la voiture plus confortable. Le bateau va sur l'eau. Le TGV roule vite, vite, vite. L'avion plane haut dans le ciel comme un oiseau. Si haut, si haut.